طيب معانا الكابتن محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي من المغرب، نبارك له طبعا على هذا الانجاز الكبير، او مش الانجاز، هذا الشكل الرائع الحقيقه اللي ظهر بمنتخبنا الاولمبي، لانه انا ما بعتبرش ان ده انجاز، لانه منتخبنا الحقيقه من الاول هذا البرنامج كان شايف ان المنتخب قادر على الوصول الى المنتخب او الوصول الى باريس 24. كابتن محمود الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني الحقيقه سعداء جدا 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 بهذا الاداء الرائع وبهذا المستوى الفني الرائع وهذا المستوى الاخلاقي الرائع. من وجهه نظري اللي عايز يقول ان احنا اتغلبنا امبارح، اوكي اتغلبنا والناس احتفلت واتبسطوا وعملوا، ولكن ما اعرفش يعني انا كلاعب كوره بقى بقول لك هذا الكلام، وانا قاعد بتفرج على احتفالات لعيبه المغرب امبارح والمسؤولين في المغرب وفوزي لقجع وكل المسؤولين في المغرب، كنت حاسس ان هم ناقصهم وحاسين ان هم كسبوا هذه البطوله مش بعرقهم. فوجهه نظري ان هذا المنتخب او المنتخب الاولمبي يستحق كل التحيه وكل التقدير. والله الحمد لله. طبعا اولا انا حابب بشكر حضرتك، انت متابع معانا من اول معسكر تقريبا مع بعض على طول. طبعا بشكر كل الاعلام والله، وبشكر الناس اللي بتدعم المنتخب الاولمبي، لان فعلا الرجاله دي محتاجه دعم كل الناس، ووصل لهم كل اللي انتوا بتقولوه، وخلي بالك بيفرق جدا 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 مع اللعيبه. طبعا انا يعني اول ما انت عارف كل التقارير دي بتنزل، كل فاتح فخور بنفسه ان هو شارك فعلا في الماتش ده او شارك في الانجاز ده. زعلانين زعلانين طبعا، احنا جايين زي ما قلت لك احنا جايين ناخد البطوله، احنا حاملين لقب. زعلنا طبعا والله يا كابتن محمود، مفيش زعل ولا حاجه، كل هؤلاء اللاعبين قول لهم ما تزعلوش، قول لهم كل المصريين سعداء بادائكم، كل المصريين متاكدين ان كل واحد فيكم بذل اقصى مجهود من اول الجهاز الفني، جهاز اداري، الكل الحقيقه، الوزير اشرف صبحي، اتحاد كره القدم بالكامل، المشرف على المنتخب، كل المجموعه الحقيقه انا بحييكم جدا جدا، مش انا لوحدي، كل المصريين الحقيقه. انا بقول لحضرتك اللي مزعلنا بس ان احنا ما خسرناش كوره، الكوره مكسب وخساره واحنا عارفين كده. مظبوط. اللي يزعلك انت ما تخسرش كوره، اللي يزعلك ان انت تزعل بمضايقات من قبلها بيوم، خلي بالك انا مصور كل حاجه وعامل يعني اي حاجه بتحصل بسجل كل حاجه، يعني عندي كويس جدا عربيات بتتسمر قدام الفندق بالليل لغايه 3 الفجر و4 الفجر. الشغل ده قديم قوي يا كابتن يعني ده شغل من ايام ما انا كنت بلعب، يعني عارف الحاجات القديمه دي قوي. قوي قوي. اللي عندك طبعا الجمهور والازايز اللي اترمت علينا والمضايقات اللي في كل حاجه، الحكم واللي حصل، يعني بص هو ده اللي زعلنا احنا، ما وارد ان احنا نخسر نكسب، لكن الرجاله تعبوا تعبوا جدا. 10 لعيبه مده 115 دقيقه، ده انجاز انا في رايي. البطوله انت شغالك بص كام ماتش وسرعات وضرب وبتاع في كل ماتش، مفيش ماتش تايل، فكل ده انجاز يتحسب لهم، يتحسب طبعا الجهاز الفني مستر ميكالي برضه عامل معاهم مجهود كبير. رائع رائع. كابتن بركات برضه يعني بص يعني انا في رايي يعني ما ينفعش الجندي مجهول، هو الجندي موجود بس هو معانا في كل حاجه. حقيقي. في كل حاجه، في كل عسكر داخلي خارجي، سايب اهتمامات وكل حاجه، متفرغ، اي طلب بطلبه في المجلس الاداري يخش يطلبه ويجيبه لنا، كل الحاجات دي بتفرق. يعني الدكتور اصلا يعني مش عارف اشكره كل مره بدخل اشكره، بس بجد انا مش عارف اقول، كان نفسي فعلا نحقق البطوله عشان فعلا دكتور اشرف فعلا يعني مدعمنا دعم غير طبيعي غير طبيعي. وزي ما بقول لك هي دي الكوره مكسب وخساره، كنا نفسنا نخسر على الاقل خساره، لكن الحمد لله شكلنا كويس، الناس كلها بتتكلم علينا كويس، ارقامنا كويس، عارف من عندك احسن لاعب من عندك، رغم ان انت مش الفريق الحاصل على البطوله، خلي بالك دي مهمه جدا، ان الطبيعي ان احسن لاعب يطلع من الاخر البطوله، احسن حارس من مظبوط البطوله مظبوط، انت بتاخد احسن لاعب، احسن حارس، احسن خط دفاع، اقل فرقه دخلت فيها جوان في البطوله، كل دي ارقام مهمه جدا. النهارده الحمد لله 4 برضه في التشكيله النهائيه لبطوله كاس الامم، فكل الحاجات دي بتدل ان احنا ماشيين صح يعني، فالحمد لله. اي طيب اخيرا كابتن محمود، حمزه علاء اخطا في الهدف اللي دخل فينا، ولكن اللي عمله حمزه علاء الحقيقه خلال الفتره السابقه وكونه ان هو ياخد احسن حارس في البطوله، اعتقد ان ده تعويض مهم جدا 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 لحمزه علاء وكره القدم. يعني انا بقول ليه كده وبقولها، لانه حمزه علاء يستحق بالفعل او استحق بالفعل ان يكون الافضل في حراسه المرمى في هذه البطوله. ممكن تقول لي ميكالي قال له ايه بعد المباراه؟ او كل الناس، انا شايف كل الناس الحقيقه يعني واقفين معاه وعمالين يطبطبوا عليه
الموضوع انا كنت شايفه طبيعي عادي. طبيعي، الخطا وارد، خطا وارد بالظبط حضرتك عارف، وزي ما شال كتير، ما هو شال لنا حاجات زي الكوره امبارح خطر جدا في واحده ايوه بالظبط اللي هي من رقم 9 بالظبط. فزي ما يعني الخطا وارد، بدل ما هو مش خطا مقصود ولا حاجه خلاص اصل هنعمل ايه، هي دي الكوره. لكن ما حدش يتكلم، ربنا كرمه، خليها برضه في حاجه واحده تبقى فاهمها اكتر، اللعيبه دي كلها جايه مضغوطه، صح في انديتهم، صح نفسه يثبت نفسه، فرصه حياته، وفجاه بقى بتلاقي ان واحد ما بيلعبش نادي اصلا قدام 56,000 مشجع في ضغوط غير طبيعيه، انت عارف طبعا الجمهور المغربي عامل ازاي، ما بيبطلش طول الماتش، صح. فالحاجات دي برضه لازم نفهم ان دي ولاد صغيره ما بتلعبش اصلا في انديتهم، بيلعبوا 26 قايمه المغرب 26 لاعب محترف، يعني انت متخيل وانت بتلعبه وانت تقول لك احنا برجوليتنا والجدعنه والروح والبتاع بتعوض الحاجات دي وناقص كمان، فيعني انت شايف هو ده الانجاز، مش الانجاز ان احنا وصلنا الاولمبياد، طبعا انجاز بتاع الاولمبياد، بس انا بقول لك الانجاز بتلاقي شباب مصري عارف قيمه الكيس اللابسه بيموت نفسه. انا يعني هنشوف كده، هبقى ازعل لكم المحاضرات اللي بتحصل بين اللعيبه وبين الكوتش وبين اللعيبه وبين بعضها، وشوف الكلام الناس دي جايه تموت نفسها يعني. يا ريت يا ريت تبعتها لنا، يا ريت. عايز اقول لك ان احنا بنعيط في المحاضرات، بس من اللي بتشوفه ما بتقدرش، يعني واحد يقول لك يا جماعه انا هكمل، انا مش طالع من هنا ومش كلام طالع من القلب. لا تخيل يا كابتن محمود كمان واحنا بنتكلم من القلب للقلب، يعني امبارح الاخر 10 دقائق، اخر 10 دقائق في الشوط الرابع انت كنت ممكن تكسب وانت 10، خلي بالك. بالظبط. يعني انت ضغطت بس شويه، دوست يعني لما عمل التغييرات، الحقيقه تغييرات رائعه ميكالي بالمناسبه، لما عمل شويه التغييرات دي الدنيا فاقت شويه، بدانا ندوس، بدانا نجيب، كنا هنجيب جون واثنين، الكورتين بالاخرين بتاع جويرو واحمد او احمد اللي نزل كمان اللي هو شاطها وعدت جنب العارضه. لا يعني انا اقصد ان انت اخر 10 دقائق في المباراه وانت بتلعب 10 بقالك 110 دقيقه، واخر 10 دقائق انت الافضل في كل شيء فنيا يعني. لكن ما بقول لك يعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، احنا حققنا طبعا الهدف الاسمى ان احنا نوصل الاولمبياد، الحمد لله برضو لعبنا لغايه الفاينل وعندنا كويس، استلمنا كله تمام الحمد لله، راجعين كلنا سلام، ما عندناش اصابات، ما عندناش حاجه، 23 لعيب شارك منهم 21 لعيب، ما فيش غير الاثنين الحراس بس هم اللي ما شاركوش، يعني كل الناس لعبت برضه، دي حاجه مهمه طبعا. يعني الحمد لله، انا بقول لك يعني انا مش فني قوي، لكن بقول لك على الجانب الارقام والحقيقي حاجات جميله جدا، حاجه تفرحنا جدا. كابتن محمود اخيرا، انا عارف وقتنا وخدنا من وقتك كتير، ولكن اخيرا يا كابتن محمود، هل الفتره الجايه فيها، هل في حاجه هتعملوها؟ يعني احنا لسه قدامنا سنه، البدايه يجب ان تكون من بدري، يجب ان تكون من بعد نهايه المباراه، احتفلنا وسبناكوا تحتفلوا امبارح، اعتقد ان بدايه من النهارده حضرتك ابتديت تجهز امورك من خلال طبعا ميكالي ومن خلال بركات، وبالتالي الفتره القادمه ماذا سيحدث فيها مع المنتخب الاولمبي؟ والله كانك قاعد معانا، احنا لسه مخلصين، كنا من شويه كده قاعده كده فقره، يعني طبعا انت عارف مش هيبقى فيها تفاصيل، لكن بنتكلم على اللي هيحصل في اللي جاي ان شاء الله. انت حضرتك عارف في شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 في فازين توصف دولي، فكنا بنتكلم ازاي بقى ان شاء الله انسب حاجه نقدمهم ازاي، اذا كان مؤشرات داخليه او خارجيه، ماتشات، يعني لسه طبعا هنرجع ناخد برضه ايه، نرجع بكره ان شاء الله يعني على بعد بكره، ممكن على بدايه الاسبوع نعمل اول اجتماع كده نشوف الدنيا ايه، نشوف العروض اللي هتجينا، هنبعت لحد يعني خلال ممكن الاسبوع ده تبدا الدنيا تبان شويه. يعني هنعمل ايه في الثلاث مؤخرات الجايين دول ان شاء الله. ربنا يكرمكم يا كابتن محمود، وان شاء الله كلنا في ظهركم خلال الفتره القادمه، هذا المنتخب يستحق الحقيقه. وانا ايضا بحييك بدورك الاداري الرائع الحقيقه اللي انت عامله خلال الفتره السابقه، قافلين على المنتخب بشكل جيد، بتتكلم مع كل الاعلاميين بشكل جيد، وكل الحقيقه المعلومات اللي احنا عايزينها موجوده، وبالتالي انا بشكرك جدا يا كابتن محمود على هذه البطوله الرائعه في كل شيء، في كل شيء الحقيقة، من البداية للنهاية كل شيء حلو وكل شيء جميل. ألف ألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي، التأهل إلى الأولمبياد، الظهور بهذه الصورة.